مش هيسيبونا في حالنا، هيفضلوا ورانا لحد ما يموتونا. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا رب؟ الشيطان اللي راكبك ما يطلعش غير بدا. كوكو كوكو، يلا اصحى يا حبيبي، اصحى بقى، بقالك كتير نايم. يلا سيبينا ننام شويه. حبيبي لازم تصحى عشان هتروح معانا الشركه. لا انا مش عايزه اروح. ما انا مش هينفع اسيبك لوحدك. و يلا يا حبيبي يلا، عشان لازم تاخد شاور وتلبس. مامي هما الحرامية دولت عايزين يموتونا ليه؟ عشان عايزين ياخدوا فلوسنا. اديلهم كل الفلوس. ما ينفعش، سيب لهم بيتنا وقطك ولعبك. انا مش عايزة غيرك انت وخلف بس. بس؟ انت اصلا حبيبي، تعرف كده؟ عارف كده؟ يلا قوم يلا. اسفه، اصل انا رحت لك اوضتك ما لقيتكش، ف اتخضيت بصراحه، افتكرت انك سبتنا ومشيت. قلبي كان هيقف. بعد الشر عليك. سبت اوضتك ليه؟ فضلت قاعد فيها طول الليل، واول الشمس ما طلعت جيت. ليه؟ الاوضه الجديده ما عجبتكش؟ لا بس ارتاح هنا. شفت كريم قال ايه؟ هيقول ايه؟ بيقول لي يا مامي مش عايز البيت ده، ولا عايز لعبي، ولا عايز الفلوس، ولا اي حاجه، اديهم كلهم لعمامي. ليه هيقول كده؟ خايف علينا. ان شاء الله مفيش حاجه هتحصل تاني. اللي يضمن لك ده؟ كان فاضل ايه يعني يا خلف؟ ناس بسلاح دخلوا على البيت امبارح، ومؤامرات في الشركه، كان فاضل يحصل ايه تاني؟ ده انت لولاك امبارح انا معرفش ايه اللي كان ممكن يحصل لكريم. لا
الحمد لله اللي جات على كده، وهو ربنا ستر. فريدة هانم، روح شوفي كريم. بيحصل فعلا، مدام زهرة الهلاوس اللي بتجيلها بتخليها تتخيل ان حد بيضربها او بيقتلها. طب يا دكتور، الهلاوس دي ممكن تسيب اثر على جسمها؟ انت ممكن تحلم ان حد قرصك، تصحى تلاقي احمرار مكان القرصة، وممكن تكون ناسي الحلم نفسه. اه فعلا. يا دكتور، هي عامله ايه دلوقتي؟ مش هنا خالص. ازاي يعني؟ ما بتلحقش تفوق الا وتصرخ، فبنديها حاجات تهديها. طب الحاجات دي يا دكتور مش ممكن يعني تتعود عليها؟ تأمن يعني؟ اه. احنا لحد دلوقتي مسيطرين على الموقف، وبنديها جرعات مخففه عشان ما نخشش في مشاكل اكبر. بعد اذنك. اتفضل. اه لو سمحت حضرتك قبل ما تروح تبقى تعدي الحسابات. حاضر. ايه الجلابيه مش لاقي مع الشوكه والسكينه؟ لا خالص، ليه بتقول كده؟ انا متضايق. بتحاول تقرا افكاري صح؟ ابتديت اقلق منك. لا اطمن يعني، شفت عينيكي في الاول راحت على الشوكه اللي في ايدي وبعدين راحت على الجلابيه. هو انت ليه بتلبس جلابيه ومش بتلبس بدل؟ دي خلافياتي اللي تعودت عليها طول عمري. ايوه بس انت دلوقتي بتشتغل في الشركه ولازم تلبس زي الناس اللي هناك صح؟ ايه قولك ان انا ما برتاحش يعني غير في الجلابيه؟ غريبه جدا، مع ان انا متخيله كده انك هيبقى شكلك لطيف في البدل يعني. انا بتهيألي يعني اللي بيلبس البدله ده ساعه ما يلبسها كده يعني بيحس بنفسه كده يعني، بتاخده في سكه تانية وبيبقى منفوخ. يعني انت برضه هتفضل لابس الجلابيه؟ طب قول لي، انت لما بتروح المدرسه مش بتلبس هدوم المدرسه؟ ايوه. لما بترجع من المدرسه لما تعاود مش تبقى نفسك تقلع هدوم المدرسه؟ ايوه. طب خلاص خلاص، انت كمان تلبس البدله لما تروح الشركه، ولما ترجع تلبس تاني الجلابيه صح؟ غلبني. غلبك. يعني هحاول.